من العقبات خلينا ناخد المميزات، استفدت ايه ان انا نميت موهبتي واشتغلت عليها؟ اكتفاء ذاتي جواكي ولا ربح مادي ولا احترافية نتيجة الجوائز اللي انت خدتيها؟ بص، هو شغف يعني. انا حاسه برضه شغفي وانا بعمل حاجه بحبها، دي حاجه. تاني حاجه انا اكتسبت بقى حاجات في شخصيتي، انا ان انا متعاملت في الشارع وتعاملت مع شخصيات الناس في الشارع. لا، بكتسب اكيد ثقه في طبعا نفسي، وبقيت اعرف كل منطقه مثلا ايه طبع الناس اللي فيها، الحرف اللي بيشتغلوها، طريقه كلامهم، حتى اشكالهم. يعني اشكال الناس اللي في البرولوس غير الناس اللي في رشيد، غير صحيح. الناس اللي في ملامحهم. بس قدرت تميزي بقى ان ده قاهري، ده من رشيد، ده اسواني، ده من نوبة. يعني كمان بقيت اعرف اصل الوشوش. يعني مثلا وشوش البرولوس تلاقيها الاطفال شكلهم قريب من الاجانب شويه. عرفت بقى تاريخ البلد. يعني لا، الموضوع بقى عندي بتمشي ورا صورتك، يعني بتمشي ورا الصورة اللي واخداها تاريخيا بقى، ليه هو الشكل بقى كده. ايوه بالظبط. الصورة التحفة دي فين؟ دي انهي لا اللي فاتت، هات اللي لي كده فاتت مخرجنا اللي فاتت دي دي؟ تحفة برضه، اصل الاطفال انت عارف ان انا الاطفال اصلا بحب بتجيبني الاطفال، يعني ايه، اكتر حاجه بحب اصورها وانا بحب الاطفال، الاطفال. فهاتي لي كل صور الاطفال، اطفال هقف عندها دي في تونس، قريه تونس في الفيوم. في الفيوم. ايه اشرحي لي كده الصورة برضه. دي برضو اطفال كانوا بيلعبوا بعجل، بتاع الكاوتش بتاع العجل. كنت شايفاهم جايين من بعيد، فاول ما لقيتهم قربوا عليه قعدت على الارض واستنيت بقى اللحظه هما جايين جنبي ولقطت الصوره. بتغيري في العدسات، بتغيري في شكل الكادرات، ولا الصوره بتيجي ارتجاليه وبعدين اقعد اظبط فيها براحتي؟ لا لا لا، انا عن نفسي ببقى ماشيه بعدسه واحده. انا دي مخصصاها لتصوير الشارع عشان ما فيش وقت اصلا. ما ينفعش انت تبقى نازل، لازم تصوير الشارع خصوصا لحظه، فلازم تكون مجهز اضاءتك، عدستك، كل ما ينفعش يبقى لحظه مثلا زي دي معديه طبعا واقعد بقى اغير في وعديه. عدسات واغير في اضاءه. مش هينفع يعني، هو انت هبوظ اللي يعني. بيشدك اكتر اطفال اعتقد وبني ادمين اكتر من المباني، ولا برضه في صور لمباني مثلا باضاءاتها بشكلها المختلف يعني ده بص، وده؟ بصراحه يعني انا بيشدني الاطفال، يعني الاطفال في حركه الاطفال. لو لقيت ولاد بيلعبوا ببقى عايزه بحب الصوره بتاعتي يبقى فيها حركه وروح، تبقى تبقى صوره واصله. حيه يعني، ايوه، صوره حاسه. حيه، تحس ان هي الصوره بتنطق طبعا. مش مجرد صوره يعني. بس طيب اهم المباني مثلا اللي رحت لها وانا المبنى ده كان لازم اصوره، فانا معجبه بالصوره، كان ايه فين؟ كان في معبد فيلة، هتلاقي فيه عجبني الإضاءة، رسم الضوء والظل في الأرض. ايه ده؟ ده ده من مكان شدني، وقعدت يعني استنيت بقى حاجة يعني يظهر لي بطل أو حاجة تقوي الصورة، يعني متبقاش مجرد مكان بس. فقعدت أخد كذا كادر لحد ما ظهر لي البطل اللي طالع ده، فحسيت ان دي بقى الصورة.